الشباب الصغير اللي عايز يعمل زيك تقول له ايه؟ تعمل حاجة يعني دي لله يعني، هي دي لله، اقول انا مش هتدخل. كمان جينا سوريا لله، ايه؟ كمان جينا سوريا لله. يبقى مش اي حد يقول لي لله همشي وراه. يعني دي القصه اللي عايز، ايه نعم، الخلاصه انه انا ما اسمحش انا اشغل دماغي واشغل قلبي واحساسي، وفي ربنا فوق، ما ربنا، ربنا اللي موجود في سوريا هو اللي موجود في المانيا، هو اللي موجود في امريكا، موجود أكيد في كل أكيد مكان، هو الله واحد. أكيد. بس احنا بيتضحك علينا. تقولي للشباب الصغيرين اللي عنده 14 سنه و16 سنه اللي عمل اشبال الخلافه اللي انت بتشوف فجر نفسه عايز يتعمل ويطلع يقول له بمجرد اول دفق الدم حور العين هناك هيستقبلوك يزفوك، مش ده اللي كان بيتقال؟ مش ده اللي اتقال صح للناس؟ صح صح وهم حور العين عندهم في الدنيا موجودين، يعني يقول لك اطلع بس انت تموت في حور العين، وهو عنده هنا النسوان وغيره. تقول للشباب، قول كلمه للشباب نختم بيها. والله أنا طبعا أتكلم عن تجربتي، ما أقول، ما أنصح أي إنسان سواء كان شاب أو كهل أو ختيار إنه يجي ويقول لك إحنا راح نسوي دولة وإحنا الإسلام والعالم كله كافر وتعال والجنة موجودة، هذا كله كلام في جهة والإسلام في جهة. إذا كنت أنت مسلم خليك في بيتك، اتعلم دينك أول شيء، عيش، اكرم أمك أبوك إخوانك زوجتك وأطفالك، ربيهم على التربية الصحيحة، التربية المحترمة، التربية الإسلامية الحقيقية، مو إسلام داعش، إسلام الإصدارات والكذب والخزعبلات والتحيل ودولة المافيا اللي كونوها حزب البعث تبع العراق وشوية الصيع تبع سجن سدنايا اللي تركهم النظام في أول الأحداث، إجوا اجتمعوا مع بعضهم وكونوا دولة. قال لك إيه؟ قال لك دولة الخلافة على منهاج النبوة، يعني افتروا على النبي وافتروا على الناس وافتروا على كذبوا على العالم كله باسم الإسلام. فخليك مكانك، اتعلم دينك وعيش حياتك.